هلا يا شباب، معكم محمد او كن، واليوم جايب لكم دكتورة رقم 3. وزي ما وعدتكم بكمل لين 100 باذن الله، بس هي فتره بسيطه بتعدي وبتلاقون يوميا في توتوريالات. واتمنى الدعم البسيط الخفيف منكم، يعني انا اعرف ان مجتمعنا لو بغى يدعم ما في مجتمع زيه. على كل حال، نجيب لنا اي مقطع من هنا. فلنفترض نفترض خلاص هذه اللقطة كذا السريع، يعني بس نجيب الإعدادات ونحطها هنا. أوكي طيب، أوكي نروح هنا كومبوزيشن، نصفر شوي. أوف ليش كذا؟ أيوة اضغط على هذا عشان هذا الكومبوزيشن اللي فتح لك. ترو كومبوزيشن، ترو أد تو ريندر، مدري إيش هذه أكويك كويك مدري وشو. المهم تروح هناك تلاقي هنا output model، تضغط عليها، تروح عند format، هنا تختار صيغة المقطع تطلع فيه، اختار هذه H264، يعني H224 اتوقع، اي 264. بعد ما تروح عند format options، تحط هنا هذه، تحط على هذه، خلها زي ما هي هذه، حط هنا بس 30 و30. ايش قلنا؟ 30 30. نحط 30 30، نضغط اوكي. طبعا لو اصبر، لو بغيت تطلع المقطع بالاغاني والحركات وكل الصوت، يا ربي اصبر شوي، تروح عند اوديو اوتبوت، تضغط عليها، خلاص خلي الاعدادات زي ما هي، خلاص اضغط اوكي. هنا تختار وين تبغى المقطع يطلع، ثم مثلا ديسكتوب، هنا وين ما تبغى تحطه. تضغط ايش؟ ريندر. ما بياخذ وقت معك باذن الله الا حوالي، على حسب المقطع يعني، حسب الرامات وعلى حسب شو اسمه. على كل حال، كان معكم محمد او كن، وهذا التزر الخفيف. انا شوي عندي ظروف الحين في البيت وكذا، فكلها فتره باذن الله وتعدي، يعني كلها 5 أو 6 أيام وبرجع لكم بإذن الله زي أول، بس برفع لكم كم توتوريال خفيف ضمن هذه الفترة. كان معكم محمد أو كن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.